بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. واليوم راح نتكلم عن باكمان. باكمان هذا مدير البرامج الخاص بالارتش لينكس. طبعا اللي تابع الدروس اللي راحت واللي انصحك انك تتابع لو انك ما شفته عشان توصل معنا للنقطة هذه، ثبتنا الارتش، ثبتنا التعريفات. اغلب بعضكم واجه مشكلة بعض التعريفات، الحمد لله حلينا له. بعضكم ما عرف الطريقة، ارجو انه يرجع يشوف الطريقة الصحيحة. اشتغل انترنت وكل شيء تمام، جاء وقت تثبيت البرامج المناسبة لك. أنا راح أتكلم عن الباكمان. البعض منكم يعرف الخصائص، راح أتكلم عنها، مو بكله، والبعض الآخر ما يدري عنها. عموما في خصائص غير مستخدمة كثير، لكن راح أتكلم عن الخصائص الأساسية. باكمان وشو؟ باكمان أقدر أقول لك إنه الأفضل ما بين برامج إدارة البرامج بشكل عام. أتكلم عن التوزيعات اللي أنا جربتها وتجربتي الشخصية المتواضعة، تمام؟ إنه باكمان هو الافضل ما بين هذولا. يعني احترامي للابت الخاص بالدبيان والواي يو ام الخاص بالفدورا والزبر حق السوزا، كلهم ما يعطون الاداء اللي يعطيه باكمان. طبعا دائما ترى انا استخدم اختصار بي اس، فلما اكتب بي اس معناته انه باكمان ناقص اس. اوكي، راح نبدا اول شيء بطريقه تثبيت البرامج. يا تدخل على السودو وتكتب SU، تدخل مباشرة على الروت عفوا، أو تستخدم السودو، تمام؟ طبعا ارجع الفيديوهات اللي قبل وأضف السودو لو أنك ما أضفت المستخدم للسودو. عموما هذا أول شغلة تسوي. الشغلة الثانية عشان تثبت برنامج معين تكتب باكمان ناقص S وبعدين اسم البرنامج. البرنامج اللي حابب أثبته نفترض أنه مثلا فايرفوكس. طبعا فايرفوكس أنا منزل فايرفوكس، خلونا نجيب لكم واحد ما ثبته. أوكي، جيني. طبعا جيني هذا دائما بالأمثلة عندي، ليش؟ لأنه صغير. زي ما انتم شايفين راح يحمل 2 ميجا داونلود وهذا انستولد. بعد التحميل راح ينفك الضغط، طبعا راح يكون حجمه 9 ميجا تقريبا. ضغط على يس انتر، او ممكن تضغط انتر بدون يس. زي ما انت شايف هنا يقول لك انه يجيب الحزمه من كوميونتي. راح اشرح لكم ايش موضوع الكوميونتي ذا الحين. انتهى موضوع التثبيت حق البرنامج. خلونا نشوف لهم شغله ثانيه، اللي لو حبيت اثبت برنامج ممكن احط اس جي. لما اقول اس جي ايش راح يسوي؟ هنا راح يسوي ليست او قائمه بالاشياء الاضافيه او بالمجموعه الخاصه بالبرنامج. طبعا جيني ما له مجموعه، لكن لو تكلمنا عن جنوم على سبيل المثال راح تلاحظ انه راح يعطيك ليسته كامله باي شيء يتعلق بجنوم. فلما انت بتثبت جنوم ممكن تثبت جنوم وتثبت مع ايبثيه اللي هي حق متصفح جنوم باك جراوند الين تحصل جميع الاشياء الخاصه بي. طبعا هذا مجرد ليست، تمام؟ لكن لو حاب تثبت زي جنوم مثلا، جنوم طبعا كبيرة، انا ما راح اثبت جنوم لان اساسا ما احبه، لكن خلونا نجرب. سودو باكمان اس جنوم، تمام؟ لا مش ليش جنوم، خلونا ليبر اوفيس احسن. طبعا ليبر اوفيس موجود على الجهاز. ضغطت انتر الحين، لاحظ ايش يعطيك؟ يعطيك خيارات. يقول لك انه في 12 حزمة هنا. ال 12 حزمة هذه هل تحتاج تثبيتهم جميعا؟ طبعا تلقائيا لو ضغطت انتر راح يجيبهم جميعا. المشكلة انه اغلب الناس يضغط انتر وهو ما يدري ايش الموضوع، لازم تفكر صح. انا الان من وين جايب الحزم؟ جايبها من اكسترا، اوكي، اكسترا وفي كوميونيتي قبل شوي، خلوه بالبال. الان عندك ريل ليبر اوف سبيس، وعندك كالك، وعندك كومون، طبعا كومون هذه مجرد ملفات مشتركة، عندك دراو، عندك جنوم، عندك امبرس، وعندك كي دي اي، وعندك ماث، والى اخره الموضوع. لما انك حاب تثبت برنامج ممكن انك تختار من الحزم هذول حزمه واحده فقط، فانت محتاج انك تثبت مثلا رايت، هل هو هذا الرايتر؟ تكتب رقمه. حاب اثبت رايتر لحاله ابغى اكتب رقمه. حاب اثبت مثلا كالك معه رقمه 2، وهكذا ممكن تكتب اكثر من برنامج. فانا راح اثبت رايتر وكالك فقط، اضغط انتر. ممكن يعطيك خيار ثاني بعد شوي اللي هو خاص باللغات لو كان في لغات معينه، تمام؟ طبعا انا حملت حزمه اللغات، لكن لما تجي تحمل ليبر اوفيس راح يعطيك ايضا قائمه بنفس الارقام هذه، يقول لك اختر اللغه الافتراضيه. راح يعطيك اول رقم، اعتقد الانجليزيه 23 او 22. هذا بالنسبه لتثبيت البرامج، ما في شيء. اس او اس جي تسوي ليست وتختار بالارقام. طيب ماذا عن الحذف؟ الحذف طبعا في طريقه حذف عادي، في طريقه حذف جميع البلاوي، في يعني في اشياء كثير. خلونا نشوف طريقه الحذف. سودو باكمان اس، طبعا قلنا تثبيت، ار الحذف، فتكتب جيني عشان احذف جيني، تمام؟ راح يقول لك انه سيتم تفريغ 9 ميجا من جهازك، قل له نعم. اوكي، هذا بالنسبه لجيني. جيني ملف عادي، لكن عندك مثلا لو قلنا سودو باكمان ار ليبرا اوفيس،
راح يقول لك انه هذه جميع الاشياء اللي راح تنحذف. ليش؟ لانه اساسا اسمه ليبر اوفيس. طيب انا حاب احذف واحد بس من الليبر اوفيس، خلونا مثلا نشوف مثلا درو. درو فعلا فعليا انا ما استخدم درو، خلونا نحذف درو. فممكن تاخذ اسمه ليبر اوفيس درو وتقول طبعا نو، وتقول سودو باكمان ار درو. يس اوكي. لنفترض انك اساسا ما تستخدم ليبر اوفيس، ما تبيه، تمام؟ ممكن تقول اي شيء في علاقه للاوفيس شيله. فايش راح تسوي؟ ممكن تقول ليبر اوفيس ار اس. بالشكل هذا انت راح تحذفه وتحذف اعتمادياته. زي ما شايف قبل شوي طلع لك ليبر اوفيس فقط اللي هنا، لكن الان لاحظ ان طلع الاعتماديات ايضا، فراح يحذف الاعتماديات. من ضمن الاعتماديات اللي هو هذا زي ما انتم شايفين الخاص بالجافا، وفيه يعني اشياء ثانيه، تمام؟ في شغله متعمقه اكثر اللي هي هذا فقط يحذف الاعتماديات، لكن راح يترك الاعتماديات اللي في برامج ثانيه تعتمد عليها. وش معنى هالكلام؟ لنفترض ان البرنامج يعتمد على الجافا، راح يحذف لو قلت ار اس راح يحذف البرنامج فقط، ولا راح يلمس الجافا في حال انه في برنامج اخر يعتمد على الجافا. لكن لو قلت ار اس سي راح يحذف الجافا ولا راح يفكر بالبرامج الثانيه. خلونا نشوف. لو قلنا الحين ار اس سي، نضغط انتر، تمام. ليبر اوفيس ما راح يعطيك موضوع او تقريبا شيء معين، لكن في بعض البرامج تعتمد على مكتبات ثانيه. عموما ار اس سي هذا هو اللي انا استخدم، ما استخدم الار اس، لان لما بيحذف شيء وبيحذف واحذفه مهبه ودب. هذا الحذف ار اس ار اس سي. عندنا ايضا امر ثاني سودو باكمان ار دي دي. لو كتبنا ليبر اوفيس الحين، تمام، راح تلاحظ انه حاليا راح فعلا يحذف الليبر اوفيس. لكن الفرق هنا طبعا ما راح تلاحظ فرق بالنسبه لبعض، الليبر اوفيس مو مثال، لكن الفرق هنا لما يحذف يحذفه وما يسوي شيء بالاعتماديات الخاصه، او بلا صح ما يحرك او ما يلمس الاعتماديات، يحذف بس البرنامج. طريقه تحديث النظام، اسرع طريقه سودو باكمان اس، لا خلونا ناخذ تحديث المخازن فقط. اس واي ايش راح يسوي؟ راح يسوي تحديث سريع زي ما انت شايف بدون ما يسوي شيء، بس يقول لك انه اب تو ديت على اخر تحديث. لكن لو سويت اس واي واي راح يشيك. طيب ايش الفرق ما بين اس واي واس واي واي؟ فعلا هذا كان سؤال براسي قبل. الاس واي واي راح يشيك يعني على اللحظه الحاليه اللي انت تسوي اس واي، لكن الاس واي اذا كان في تحديث قريب انت مسويه فما راح يسوي شيء. لذلك استخدم انت الاس واي اذا حاب انك تختصر الوقت، لكن اذا انت فعلا يعني حاب انك تتاكد من كل شيء اس واي واي. ايضا لو حاب لو سويت تحديث لمخزن معين او اضفت مخزن معين او مستودع معين على النظام يفضل انك تستخدم اس واي واي. لما انت حابك تحدث ممكن تكتب اس يو، هذا ترقيات، تمام. طبعا nothing to do. بالنسبه للايرور انتم شايفين الورنينج هذا ما راح يظهر لكم، هذه مجرد حزم انا سويت له اجنور، راح تعرف عليه طبعا الحين، تمام. اوكي في طريقة أسهل، لو كتبت سودو باكمان اس واي يو بالطريقة هذه أنت راح هو يحدث المخازن وبعدين راح يقول لك التحديث. أنا ما استخدم الطريقة هذه، أنا استخدم هذه سودو باكمان اس واي واي أند سودو باكمان اس يو يو. راح تقولوا لي وش الفرق؟ الفرق إني أنا مزاج أحب أشوف إنه يسوي تحديث وبعدين يروح ويسوي ترقية، بس شغلة مزاج، تمام. ايضا حيله خاصه بالاس واي يو، لو سويت مثلا سوتو باكمان اس واي يو بعد الاس واي يو تقدر تسوي شغله اضافيه اللي هي ممكن تكتب مثلا جيمب، فهو راح يحدث النظام ويثبت جيمب. بعد ما خلص محدث النظام جاك يثبت لك جيمب، طبعا الجيمب موجود على الجهاز. نعم اوكي انتهينا من موضوع تحديثات المخازن وتحديثات النظام والترقيه. خلونا نسوي الكويريز اللي هن الكويريز. لما نقول كويري اللي هو الاستعلام، تمام، طبعا اختصاره كيو، لذلك تذكرته بالكيو. وش الفائده منه باختصار؟ اقول لكم سودو باكمان اس عفوا كيو انتر. هذا يسوي ليست بجميع الاشياء المثبته عندك بالنظام. فاحيانا يطي لي ابي انظف نظامي من اشياء انا مثبته، طبعا هذه مجرد لقافه يعني هم اللي صار مثبت. طبعا احيانا تحتاج انك توسع مساحه البرامج، ممكن هنا تسوي اس اللي هو كيو وتشوف البرامج المثبته، تمشي تشوف الاشياء اللي مالك بحاجه ممكن تحذفها من هنا، تمام. في اشياء كثيره يمكن تحصل انت فعلا مثبتها ولا تحتاجها او انك مثبتها وناسيها. طيب خلونا الحين نتكلم بالحركات الجيكس، تمام. الحركات الجايه الحين هذه شغلات انا احب اني احربش بدايم اللي هي خاصه بالتنظيف بعد الترقيه. تسوي مثلا ما ادري ايش معنى عكس الترقيه، انا ما اعرف ايش معنى ولا احد يقول لي وش هي.
ترقيه، ترقيه حزمه، يعني لما تخلص ترقيه حزمه تسوي يعني حزمه اقل. شلون؟ اول شيء خلونا نشوف الترقيه التنظيف. لو كتبت سودو باكمان اس سي، ما استخدم الطريقه هذه اطلاقا، لكن لو قلت سذا تمام راح يقول لك انه راح نحذف الحزم اللي موجوده على الجهاز. ايش يعني هذا؟ تمام، هذا الله يسلمكم. اوكي كيف هذا جهازك تلقائيا لما جنب على سبيل المثال لو رحت بحثت عنه راح تحصله موجود بالجهاز، اقصد كحزمه قابله للتثبيت. تمام، وين تحصل هذه؟ تحصل على لو دخلنا على سي دي فار كاش باكمان باكج انتر، هنا لو انك كتبت جيمب راح تلاحظ انه في حزم اسمه جيمب. لو طبعا افضل شغله تسوي ممكن تكتب ال اس ضغط انتر، راح تشوف هنا جميع الحزم الموجوده. طبعا الارتش لينكس البرامج حقتها اكس زد، تمام، او مو بشيء خاص، لكن الباكمان يتعامل مع الاكس زد الخاص بالارتش لينكس. تمام، طيب وش استفيد انا من المنطقه هذه؟ المنطقه هذه لولا الله ثم هي يمكن انا ما استخدم ارتش لينكس. هذا كلام فعلي صحيح خاصه بالتصوير. طيب وهذه وش علاقته باستمراري او استقراري مع الارتش لينكس؟ تمام، ببساطه الان لو اني وريتكم سويت تحديث سودو باكمان اس واي او اس يو، لاحظ اللي هي اف اف ام بيج بانجو اكس 264. المنطقة هذه خاصة بالحزم اللي تسوي له ترقية. في بعض الحزم لما تسوي له ترقية قد تتعارض مع الهاردوير عندك، قد يعني يصير في مشكلة، او قد انك تحب انك تبقى على ما انت عليه. فايش تسوي؟ راح تحصل انك بعد ما سويت ترقية في نسخة القديمة موجودة محتفظ به بالمسار اللي قلت لك عنه قبل شوي، اللي هو var cache pacman package. شو تستفيد منه؟ شو نثبت حزم قديمة؟ راح تكتب sudo pacman sy، طبعا هذه علشان تسوي بدال الترقية عكس الترقية، فتجيب حزمة محلية. الحزمة المحلية كثيرة موجودة على الجهاز إذا كنت تستخدم برامج أو إنك تحمل برامج كثير. فمن ضمن الأشياء اللي ممكن إنك تسوي لها عكس ترقية برامج كثيرة، لكن حاول إنك ما تطرق لأشياء كبيرة زي النواة. النواة لو حاب إنك تسوي لها يعني عكس ترقية من إصدار جديد لإصدار أقدم، في أشياء كثيرة قد تحتاج إنك تسوي عكس له، يعني خاصة مع الفيرتشوال بوكس. لذلك خلونا نأخذ حزمة بسيطة جدا، مثلا جيمب، طبعا لو كان في تحديث الجيمب. اوكي هذا الجيمب الموجود حاليا، تمام، طبعا ما اعتقد انه في داون جريد اساسا لان هذه اخر ستاره موجوده، تمام، فهو راح يسوي له ري انستول. تمام، طبعا في حزم كثيره هنا انت ممكن انك تبحث عنها وتنزلها بشكل يدوي. طبعا البرنامج يدعم البحث عن طريق او يدعم التحميل عن طريق الرابط، لذلك لو عندك مثلا حزم معين على انترنت ممكن تكتب http://something.com. يجي واحد من حق الانجليزي الحين يسوي سالفه something.com، وبعدين اسم الحزمة مثلا package او pacman.xz، تمام، وتحمله. اساسا غلط الرابط، راح يقول لك انه غير موجود. تمام، اوكي، بالنهاية راح اعطيكم موقع. الموقع هذا وش الفائدة منه؟ الموقع هذا اعتقد من كم سنة تقريبا استخدم، يتخزن فيه جميع الحزم القديمة. تمام، الحزم القديمة وش الفائدة منها؟ الفائدة منها انك فعلا بعدين قد تحتاج لحزمة قديمة علشان توافق مع جهازك، وهذا اللي حصل معي مع الـ FFmpeg. اضطريت اني ارجع نسخة قديمة استخدمه علشان اتوافق الصوت مع الصورة بالـ FFmpeg اللي هو التسجيل الحالي. تمام، طيب لما تسوي تنزيل الحزمة من نسخة الى نسخة تضطر مع التحديث الجاي انك تسوي له ترقية. فشلون نخلي البرنامج الباكمان يتجاهل حزمة معينة؟ راح تكتب sudo نانو etc.pacman.conf بالشكل هذا، تدخل عليه. لما تنزل هنا راح تحصل فيه وينه؟ ignore package، ما ادري وين راح. اوكي ignore package، هذا السطر طبعا تلقائي راح تحصل على العلامة هذه، تشيله. راح تحصل انه هنا تكتب حزم. فممكن انك انت عندك حزم او فوتوشوب واثنين فوتوشوب جيمب 2.6 وحاب انك تستمر عليه، تنزل جيمب القديم وتكتب هنا جيمب، فهو راح يتجاهل الجيمب. لما يجي يسوي ترقية ينطل الجيمب ما يسوي ترقية. زي ما انتم شايفين هنا في ثلاث حزم، هنا اعتقد في اربعة، تمام، هنا في ثلاث حزم. ثلاث حزم هذه اشياء انا ما ابي اسوي لها ترقية. قد يسأل سائل لماذا تستخدم بانجو؟ البانجو لان برنامج الكمبوزر ما ينزل الا على البانجو الاقدم. اوكي قبل شوي قلت لكم بشرح لكم وش هو كوميونيتي، مع العلم اني سكرت الفيديو توقعت اني راح انتج لكن رجعت علشان خاطر انه ما اترك معلومه بدون ما اقول لكم اياها. اوكي كوميونيتي احيانا لما تحمل يقول لك فروم اكسترا، فلما خلونا نحمل الحين بي اس مثلا فايرفوكس، تمام،
راح تلاحظ انه راح يقول لك انه من وين جاي. نوب. خلونا نحمل برنامج موجود. خلونا نحمل جنوم بلاير مثلا على سبيل المثال. ايش دعوه؟ جنوم ام بلاير اسمه. تمام؟ لو ضغطت انتر الحين راح يقول لك زي ما انت شايف هنا ريتيرفينج باكج فروم كوميونيتي، معناته انه يجيبه من مصدر كوميونيتي. الى الان ما فهمت وش الموضوع. اوكي نضغط على عشان تفهمون، اكتب سودو نانو etc.pacman.conf، ادخل انزل تحت. الاخر شيء راح تحصل انه في عندك مستودعات اضافيه او مستودعات النظام الاساسيه. في عندك المستودع الاول اسمه طبعا تيستينج، لا احد يفتحه، ممكن تفتح تيستينج بالمناسبه لو شلت العلامه هذه وهذه وهذه، راح تدخل على مستودع تيستينج اللي هو الاختبارات، لكن لا تدخل عليه. ليش؟ لانه فيه حزم غير مستقره هنا، لذلك انت تستخدم المستقر افضل لك. اوكي في عندك كور الاساسي، في عندك اكسترا الاضافي، تمام، وفي عندك كوميونيتي تيستينج بعد، وفي عندك الاخير اللي هو كوميونيتي. هذا طبعا الحزم من مكان لمكان تنقل على حسب تصنيفها، تمام. لذلك هذه هي الحزم. طبعا قد تعطل بعض الحزم، قد تضيف، عفوا المستودعات قد تضيف شغله ثانيه. اوكي لما انت حاب انك تضيف شغله اضافيه، طبعا هذه من اقل الاشياء اللي ممكن تصير بالارتش، وبالارتش لينكس ما اضفت بحياتي ولا مره مستودع خارجي لانه مليانه الا مره واحده لما جيت اثبت واجهه ميت، وهذا هو الشيء الوحيد اللي ببالي، لذلك قلت اجيب لكم ميت. لذلك لما تجي تضيف مستودع تكتب بالبدايه ميت اسم المستودع، حلو، وبعدين تحت تحط الرابط الخاص بالمستودع. من وين اجيب الرابط؟ اي واحد بيحط لك بالارتش راح يعطيك رابط خاص بالميت. طبعا الحين انا لو حطيت هذا راح الاحظ ان الميت انضافت، تمام. هذا هي الطريقه الوحيده. طبعا انت ما تحتاج الميت، اعتقد موجود حتى على اليورت، لما تثبت يورت راح تلقاه. خلونا بس ناخذه كمثال. طبعا انا فوق خربت شوي، لذلك راح افتح الملف من جديد واضيف ميت. اوكي لما تضيف اي مصدر لازم تكتب سودو باكمان، وهنا تجي قوه اس واي واي اللي قلت لكم عنها. اس واي الحاله ما راح تكفي زي ما انتم شايفين، تمام، لكن لو قلنا اس واي واي راح تلاحظ انه حدث كل شيء. لما يجي عند الميت تبي تموت وهو ما خلص. اوكي خلصنا. الحذف اي شيء طبعا مستحيل اترك الميت، ما ادري هو قلق روح حذفه، تمام. لذلك اذا حاب تحذف شيء معين بس تمسحه فقط لا غير، او انك اسبقه بعلامه هاش بالشكل هذا، تمام، فممكن انك تسبقه بالعلامه هذه وتترك الذي ما عندك مشاكل. ايضا لو حاولت انك تسوي تحديث راح تلاحظ انه يتجاهل ميت. طبعا زي ما قلت لكم انتم ما تحتاجون مصادر خارجيه، لذلك لو جربتوا تبحثون باليورت اس اس ميت انتر راح تحصلون ميت 100%. انا اعتقد اني لقيتها في يوم من الايام، حتى اليونيتي موجوده بس اليونيتي تبي شغل. اوكي ها زي ما انتم شايفين ميت سيستم تولز ميت سيستم ميت 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 سيشن، تمام، تقدر حتى تلقى الميت كاملة. اعتقد في حزمة اسمها ميت. عموما في كل شيء خاص بالميت موجود على اليارد، ما يحتاج انك تجيب شيء من برا لان المطورين شغالين على الميت. اوكي لهنا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا كل اللي انا اعرفه حطيته، واللي ما اعرفه اعذرون ما اعرفه، تمام. اللي ما اشترك معي بالقناة يشترك، واللي حاب ينشر الفيديو يا ليت ينشر لاني انا ما اقدر انشر شيء، يعني يا الله يلا اقدر ارفع على اليوتيوب. اشوفكم ان شاء الله بدرس قادم للمحترفين، ومع السلامة.